بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي معانا برنامج بيحول الدي دبليو جي والدي اكس اف البي دي اف كمية كبيرة من الملفات، كأنه بعمل برنت بس عدد كبير اوي من الملفات. ممكن اقول له اديت فايل وابدأ اختار الملفات اللي انا عايزها، تمام اوبن، او اقول له اديت فولدر واقول له ضيف الفولدر ده كله زي ما انا عايز، تمام. ومن هنا من براوزر ببدأ اشوف انا عايز الملفات دي تخرج فين، يعني اول ما ادي كومنت واعمل اي فولدر ده اللي هتخرج فيه. اوبشن ببدا اختار مثلا عايز اي 4 او عايز اي الحاجه اللي انا عايزها، تمام. ممكن اقول له اعمل لي كل لي اوت في بي دي اف لوحديها، ممكن اقول له اللوحه كلها بي دي اف. اوكي كونفرت ناو، خلاص بيبدا يحول الملفات دي كلها البي دي اف. عمرو سليم.